السلام عليكم أينما كنتم مشاهدين الأكارم حلقة خاصة واستثنائية من برنامج كورة نستضيف فيها كل من اللاعب لاعب المنتخبات الوطنية والقوة الجوية السابق على عدنان مرحبا بك على حياكم الله وأيضا والدة أم على مرحبا بيك حياة الله خالة أهلا وسهلا بيك ووالد الطفل المفقود مقتدى شقيق على عدنان مرحبا بك حياكم الله أبو علاء أهلا وسهلا اليوم في برنامج كورة نبحث عن حادثة اختطاف أو فقدان الصغير شقيق اللاعب على عدنان مقتدى بعمر عشر سنوات صار أكثر من سنة وشهرين وعائلته تعيش ألم الفقد والحرمان نتيجة سياسات مافيات السرقة مافيات التسول ضعف القوانين ضعف القوات الأمنية والمتابعة تفاصيل أخرى جعل هذه العائلة كل السبل والطرق انتهجوها وماكو سبيل الامر اللي خلاهم يطرقون باب برنامج كوره عسى ان يجدوا ضالتهم فاصل ونبدا الحوار Şişiray <laughs> Roba حياكم الله من جديد مشاهدينا الاكارم، ارحب بيك مره اخرى خالد، دموعك غاليه علينا وان شاء الله تكون هذه الدموع دموع الفرح من يجي مقتدى بحضنك ويعود مره اخرى الى هذه العائله. ونعتذر على كل اللي راح يصير بالحلقه لكم وللمشاهدين لكن الغرض من اظهار الموضوع لوسائل الاعلام بناء على طلبكم صحيح؟ بارك الله فيكم. شنو اللي صار؟ صار اكثر من سنه وابنكم مو مع العائله خالد. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم اول شيء حياك الله اشكر الكادر مال قناه الفرات أهلا واشكر الاستاذ علي حياكم الله احنا الناشد الناشد مصطفى الكاظمي ناشد وزير الداخليه ما خلينا مكان ما هسه اخر شيء ترى أي لتيسي من رحمه الله ونعم بالله ايوه ونعم بالله انت احساسك شو يقول؟ اني يعني هسه فقدته بالاخير فقدت الامل؟ مش عجب؟ ما اعرف لان لا خبر وصلني علي ولا اي شيء فما العراق كبير بمحافظاته هواي ربما مركون باحدى المناطق صحيح؟ هو الولد هواي افتروا احنا هواي رح. انا رحت وياهم هواي ما خلينا يا محافظه اللي يقولوا لنا عليها الروح السماوه الديوانيه السليمانيه راحوا بين اربيل وبين نينوى هم قالوا اكو مكاناتهم رحنا الحسينيه الراجديه كلها يعني ما خلينا مكان في يعني وين يقولوا لنا على اكثر شيء يعني هسه اللي في الفتره الاخيره قالوا عد القاديه <applause> عصابات التسول يستخدمون يجدون به بالتقاطعات عمه رايح طالع على باب الله المدينه تعرف بها ازدحام راسا جاي يدور بال بين الحبيبيه مال الشقق وجاي يطلع على شارعنا شاف تكتك راسا تلاقى ويا التكتك تكتك بيها مره والأبو التكتك واقف على صفحه فمن شاف عمه راسا ساق التكتك وطلع بيها قبل اما سوى يعني تفاجئ راسا هيك عاين عليه قال له مقتدى يعني عرفه حاش وقت الحج؟ هو تقريب اثناء من... تقريب الى يمكن سبع اشهر اها يعني ايه؟ قبل اربع اشهر الى خمسه اي اي حلو يعني موجود موجود ومستخدم لاغراض اخرى مو هيك شيء؟ اهي. على تفضل اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم نبدا القصه من البدايه نبدا القصه من في البداية. اول يوم الفقدان شنو اللي صار اول يوم الفقدان احنا ما كان على بالنا انه هو مخطوف م. يعني قلنا يجوز اخذته تكتك المظاهرات تعرف كان بوقتها صحيح المظاهرات والوضع اللي مر بالعراق ف ندور بقينا ساعة التحرير يعني ساعة الخطف لحد ثاني يوم بقينا ندور ماكو ماكو ثاني يوم ثالث يوم بدينا عرفنا الموضوع انه ابننا مخطوف يعني ماكو يعني وتقول يو صغير كلش ما يفتهم وما يندل هو يندل ويعرف فطرقنا للكاميرات جينا للكاميرات بالفرع لقينا الاشخاص الاثنين دول اللي هاي الكاميرات اللي اي هاي الكاميرات اي, أي. لقينا الاشخاص دول هاي اللي بساعه الفقدان بساعه الفقدان بال11 الا ربع بالليل اي وين بيتكم بالضبط حتى الناس تعرف؟ بقطع 19 مدينه الصدر اها بالمدينه اي بهذا الوقت المدينه تروش على يعني مو مو فاهم كل, كل كل موجودين يعني الكل موجودين فجينا طرقنا الكاميرات تبعنا الكاميرات جينا الكاميرات الشارع اللي العام منقوله فلقينا التكتك اللي بيها اخوي مختدع بيده ليزر كان يلعب بيه فصاعد مرتاح يعني صعد بالتكتك اي صاعد مرتاح بالتكتك بثنا يعني تكتك -تك استدارت على الجهه اليمنى اللي على الاشاره مال الفلاح فالكاميرات اللي مال امانه بغداد هاي الكبيره ماكو محترقه مظاهرات ما مظاهرها مظاهرات مظاهرات فشو مسوين؟ فشين الكاميرات فما نقدر بعد ندل المكان لا الكاميرا صوره مقتدة اخوك وهو يصعد بالتكتك بطبيعي يعني ما حجار خاطفه لا لا صاعد طبيعي بالتكتك توك مو هنا ينطي مدلول انه اللي صاعد وياه عرف هو اللي صاعد وياه اكيد عرف 100% يعني صاعد مرتاح ويلعب ديكتيك وجوزو يا جهال لان قبل لا ينخطف تقريبا بنص ساعه انا طلعت وياه بالباب جواز اصدقاء يلعبوا وياهم بعدين طببته بعدين رجع اخذ 500 من وادي قاعدين احنا وقال راح اشتري اشترى اشترى رحنا لام الاسواق سالناها قالت اشترى يا ليزي ولبن اي فقالت بعد ظل قاعد انا عزلت فقدناه تقريبا برا 10 دقائق طلعنا ندور بقينا نبحث،, نبحث 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 ايسنا من كل يعني ماكو يعني ميت وتلقاه لا مخطوف مثل يسامونك تقدر يعني تطي تطي اليردونه والرجعة و... زين راح نتحدث بمراحل بحثكم خلال سنه هي. وشهرين بس انا اسال سؤال انتم بالمنطقه عندكم عداوات مع احد؟ لا ابو علاء ما عندنا احد يضوج منكم؟ كل ما شو تفسر هاي الحادثه؟ هالحادث بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة هالحادث يعني شغلة قرايب. اه والله. يعني ما عندي عداوه واحد غريب واحنا ناس فقراء ما عندنا اي شيء. ولو عندي واحد عداوه يعني اروح له العداوة. ما يخطف طفل. صحيح. ما يخطف طفل. ليش ما خطف الكبير؟ ليش ما خطف؟ هذا لعز. اعز واحد بالحزن. اعز واحد القعده المدلل المدلل ناشط مصطفى الكاظمي واضح ان التصوير هذا هذول الاشخاص ابنكم وين؟ تعالوا الحكومة مسؤولة ان تبحث عن هذا الموضوع اي لان يعني حوادث الاختطاف كثيرة بالعراق بصراحة دعوة بس ما مات توصل لمراحل طفل عمره عشر سنوات ينوخذ من باب بيته من الباب واهله يبقى مشلوع قلبهم اكثر من سنه وشهرين لحد الان. صحيح. والمشكله ماكو يعني لحد الان ماكو فد خبر يفرح العائله. ماكو. بردان، نعسان، جوعان. مو خاله؟ صحيح. ياكل ما ياكل انت حسب ما قلتي لي انه هو يمتاز بالذكاء. ذكي ذكي. زين شلون جو خلوه يتحمل كل هذه الفتره او يستخدموه بالتقاطعات؟ شلون نساكم بهالسهولة؟ اكو موضوع اكو موضوع؟ هو اكو موضوع، احنا يعني طرقنا لموضوع التسول. قلت لك موضوع التسول مو موضوع سهل ولا موضوع صعب، مافيات مافيات، مسؤول عن كلامه مافيات بالعراق مافيات، يعني عرفت أشخاص أنه قالوا لي إي أخوك تلقاه متسول، تلقاه مو بعيدة و100% قالوا لي 100% تلقاه مبيوع اللي وين وينباع من مكان لمكان. يعني حباية أو شراب يطلع له ويطلع أو تخوفه فطفل هو يعني ترهيب أسأل ترهيب والحباية هسه الكبير هسه الكبير قاعد السطرة مدة آه. زين لأنه ما طفل شي يعرف بعد أبوه يعرفه وش كم مرة ما يشوفنا وما يعرفنا وإحنا ندور عليه صحيح ف... أنت سألت بهذا شكرا. الموضوع سألت يعني هذول الصغار من يخطفوهم سألت يطوهم حبوب أو أوبر حبوب إيه؟ أوبر شو تسوي يعني خليها شو يسوي نسيهم. حتى, نسيهم. نسيهم حتى يعني عمي أيوة حتى ينام ما يعرف حتى عمي من نزل عليا وصاح عليا قام دنك هيك بالتكتك يعني يقول شفته دنك بالتكتك يعني. يقول له هي ترفع علي صحت له مقتدي يقول التكتك خ... ام المبوشه المره صعدت بالتكتك يقول شلون شبقته هيك حطيته يقول وبالتكتك طار خطيه حتى ما لحق ما ما صدق ايش قد؟ يعني جانا مال... واصل مرحله انه يصير بي فجلطه وفشي يعني كنا ما متوقع يعني ما متوقع اي اه. اه. ما متوقع فشلون ارتاح يعني الحمد لله بس لكم الامل يعني قال في هذا المكان قال ابنكم ايه. 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 عدل فادتكم من جانب وضرتكم من جوانب هسه فادتكم رجعت لكم الامل بس ايه. ربما نقلوه غير مكان خاضر. اكيد صح يعني ما بقى في بغداد على هذا الحديث يقول لك اذا اهله جاي يدورون عليه صح الم... من باقي ببغداد؟ الموك موضوع كل شيء يعرفون. يعني اتوقع انه يعرفون جاي نطلع، جاي ندور، اكو مكانات وصلت لها انه به يمكن مقتدى بها 50% 60%. جاي ما لحق علي. يعني مكانات جاي اوصل له ما لحق علي يعني. شلون مثلا؟ طيب يعني طيب اكو غير. من جاي يراقبنا بالبيت، يعني بدأ من خارج البيت يعرف وين طلعتنا وين طبتنا، ايش ناكل، ايش نشرب. يعني خلينا نقولها واقعيا، خلينا نقول هيك بالعام، انه العلاس منك وبيك. لا والله. اي والله. منك يا أما جيران اي اما جيران يا اما قرايب وما تبعد خلي يسمعون الجيران خلي يسمعون القرايب ما تبعد حت ما حتى الصور اللي ننشرهن نجي نلقاهن مشان الصور بالتحرير نشرناهن أكبر. ثاني يوم نجي للصور نلقاهن مشقوقات يشقون صوره؟ ايه بالتحرير صور كبار اي والله نشرناهن على طول حتى جو النفق التحرير عجبون، صح الحكومه كلها ترسناها صور موجود بس تو كان هنا يا ذاك بالمطعم التركي طابق 16 روحوا اللي جيبوه نصعد ماكو روح ماكو واحد قال هذا كل لاعب اي آه موجود بالتحرير حتى هاي الغازيه تزعل والله على مود لان خلونا امل بان شايفينه هنا شايفينه على الشط شايفين, شايفين بيده دعابل يعني تسترنا فدنا وكل واحد يحكي شكل كل واحد يحكي شكل أيه. ناشد احنا ناشد مصطفى الكاظم رئيس الوزراء، ناشد وزير الداخليه عثمان الغانمي. نخل يشوف لنا حل. حسن الناس هي تشوف صوره أيه. على الشاشه. خل تشوف حل يعني طفش يعني شنو الموضوع دمب. انساني وهذا الصغير بعمر عشر سنوات تطلع صوره على الشاشه اللي شايفه بالشارع بتقاطع مستخدمين للتسول. خليه يشوفون دموع امه ودموع ابوه المكسورين. اللي ما خلوا باب ما, ما وصلوا له، ما خلوا باب ما راحوا له، ما خلوا مكان ما وصلوا له حتى يسالون عن ابنهم، وهذه اللقطات اللي انتم جاي تشاهدوا لحظة الاختطاف هذا هو الصغير مقتدى، اللي مستخدم لاغراض التسول من قبل مافيات السرقة بالعراق. بصراحة كل واحد يخلي روحه مكان هاي العائلة اللي جالسة اليوم بالاستوديو. ابنك مو بحضنك ينام وما تعرف وين. بردان عطشان جوعان ياكل يشرب ينضرب ينكتل ينهان يستخدم لاغراض اخرى خل نشعر بالمسؤوليه ذولا اللي بالتقاطعات اللي يجدون يتسولون بيهم وهم تحت تاثير المخدر مثل ما يسولف اليوم على يقول الصغير حتى لو كان فائق الذكاء ينطوه ابره مخدره او حبوب ينسى حتى اهله ما يعرفهم من يشوف هل يكون موضوعهم يعني اكو يعني استخدموه اللي يبيع مخدرات يعني الكبير قام هسه صعبه يبيع مخدرات فعن طريق الس... عن, عن طريق مبتدا آه. يعطي روح يوصل صار هذا الموضوع فشون قطعه قطعه نادره صار له. هاي السنه شنو اجراءاتكم سويتوا خلال سنه وشهرين وين رحتوا بالضبط ابو علاء احكي لي بالتفاصيل المن رحتوا رحنا المكافحه رحتوا المكافحه المكافحه تريد دليل قاضي يريد دليل زين الدليل انا من اشوف الدليل هو اخاف انا اروح اكض الدليل طبعا صح لا أنا لا انا اذا عندي دليل اكض الدليل اي واحنا مسوين دعوه زين اي شاكين باشخاص بمن من شاكين حدين. بصراحه بقرايبنا اشخاص مو تقولون ما عندنا مشاكل لا مو مشاكل احنا ما عندنا مشاكل قرايب ابد قطعا ما عندنا بس, بس قرائب. الموضوع علي اكو اشخاص قرايبنا يعني خلينا نقول لك اياهم كره مو كره انه ما, ما عاد شيء وياهم بس هم مو طريقهم غير طريق فاللي خلانا خلانا مركزين على الموضوع هذا انه طريقهم غير طريق احنا ما نريد شيء منهم هو يعني تعرف تشغل المكافح انه هذا الشخص تجيبه راح تعرفه متعاطي خلينا نقول لك يعني متعاطي احد الاشخاص هو متعاطي م. والشخص الثاني عنده سوابق من اقربائك من اقربائك عنده كبسه طيتهم طيتهم يعني طيتهم انا من اول اول ما جيت انا جيت ذول الاشخاص شاك بيهم من قريب بس حتى اذا كان عن طريق القرايب هسه انا ما اعرف والله اعلم بس جوز انباع لي جهه اخرى ابو أعلى. علي هل اقول لك موضوع توقع هذا الشخص اكو شخص من يومهم خليني اقول لك اياه من اول يوم الخطف لحد ما يعني طقيناها علي هيك شلون تحكي انا وياه هو يانا يعني فاكو موضوع قلنا يعني هسه احنا احنا غلط من يمنا قلنا موضوع اكو اذا اذا خابروا وساموا ما يقدرون خابرت قدام وانا على خليه الصقور اللي مطار بغداد لهم جزيل الشكر قالوا اي تليفون يجيك اي رقم يجيك خمس دقائق مو هو عشر دقائق احنا جايبين اخوك وجايبينه فهذا الشخص كان موجود فخاف قال لك ما ما اساوم لو شيء يصير فاضطر يبيع الغرجه يعني زين انا انا جاي استفاد تواجهتوه بالحقيقه يعني قلتوا له شاكين بيك؟ قلنا له حلفناهم بالقران حلفوا؟ اي حلفوا زين ما حد اجى عرض عليكم يعني مبالغ تطوني هل قد مبلغ وارجع لكم ابنكم او, أو اشتريه من جهه معينه ما صارت هذه الحادثه؟ لا لا <applause> شوف علي انا اكو موضوع شوي انا خافية عن اللي ما ما اقدر اتطرق لي قدام اكو شخص يعني هو مشكور مشكور جزء يعني جدا مشكور تعبوا يعني اللي هو جيراننا عنده اصدقاء بال بالمكان اللي بالتاوين خلينا نكون واقعي منطقة البتاوي منطقة البتاوي أيه. عند أصدقاء هناك حاولوا وما قال هذا الشخص موجود الطفل وأكو أجت مرة من نفسه؟ مرة. أي نفسه قال هذا أخوك طفل. موجود بعد ما أعرفه نفسه مشتبه قال راد ينباع ب 40 ورقة من جهة لجهة لا إله إلا الله أي والله هو الشخص خطية قال له قال له عمي أهله يشترونه مستعدين يطون شدة حلو العدهم ما عندهم بس ماكو دور من واحد من بعد لا حس ولا خبر حتى ما ما الولد وين دول قالوا أنت لي انتم رحتوا لهذه المنطقه خطيه ياخذنا ونروح وين تروح؟ نروح يعني البتاوين يعني تروح البتاوين الطب كلها تبوا عليك هل. هم صارت لكم مشاكل من خلال. اي صارت ايه شلون؟ يعني صارت يعني واي واردنا نتعارك يعني والمشكله هناك اللي يعني صعبه يطلع عجيب إيه؟ منطقه بنص بغداد هذا وحتى يتكتلون والله آه. هو اخوته والله واحد سكينته بصفحته اي والله يعني داخل تسمع القوات الامنيه ذا هيك عندنا منطقه قريبه من الكراده قريبه من باب الشرجي يصير انفلات امني آه. لهذه المرحله اي والله انا ما اقول لك بهاي المرحله بس انا كنت بذيك المرحله اللي فتره المظاهرات ورا المظاهرات اللي قلت لك تعرضنا لهواية امور بها فجبجبنا يعني قلنا خلي الطفل هذا خلي بعد عنا بعين الله بس ما خسر اخوتي الباقين صحيح هي. انا اكو مكانات والله يعني تروح لها صعبه والله صعبه ما تنطق. واي عرفنا مكانات والله ما تنطق يعني شوف صارت عندكم خبره بمناطق إيه والله صارت التسول إيه والله صارت, صارت التسول والله صارت والله بحيث ردنا يعني نفس نفسهم نمشي حتى في سبيل الرجع أيوة بنا. شو يعني تلبسين على مثلا شقق ويجدب التقاطعات؟ تسوي؟ يعني قلت لهم يعني بس سويه. ما قبله بس ما قبلوا قالوا لي ياخذونك شلون يعني صحيح انا شفت كل واحد وشارعه يعني. كل واحد و شلون؟ كل واحد وشارعه كل واحد مقسمين. مقسمين. مقسمين هذا الشارع للعصابه الفلانيه أه. هو <applause> معرضان للخطر يجوز خلي لا اخاف ولا اهتم ايه الله اللي هيك صايره من خلال أيوة. دخولك بالموضوع اي والله مقسمين الشوارع مقسمين احنا الوليد والله دلانا عليه والله ما نعرف اي شيء نعرف. والله العظيم واحنا عميان واسال الله الدليل وصلت بيش المرحله تريدين تلبسين بوشي وتروحين جادين بالتقاطع. اشتريت بوشية وتفوف بس ما خلوني. والله ما خليت. قالوا لي تروحين حتى انت بعد ما نعرف لك اثر فعلا صحيح. اشخاص آه غريبين بالمنطقه يعني غريبين، المنطقه كلها ما عرفتهم. دول. زين انت تقاطع تقاطعين بالعراق، وين تروحين؟ شلون تقسمين نفسك؟ شلون تشوفين؟ لا تشوفوني. بالاخص هاي المنطقه اللي قالوا لي بيها الوليد. ومن صارت حمله قبل فتره البتاويين قضوهم هم رحنا هم رحنا رحنا وهذا الشخص اللي قال لي على قال له اخوك موجود هنا انا وراح اشتري لك اياه فراسا قال له خذوهم وياهم شالوهم بالحمله رحنا استفسرنا عليهم رحنا لل مال باب الشرجي يسمونها شارع السعدون وجوا وهاي المسبح مال الكراده هم قال ذولا مو عندنا حولوهم قبل للمطار جاي يحققون وياهم بدنا بس نعرف اثر واحد من عندهم في سبيل يدلينا على الاولياء زين وين رحتوا قوات امنيه طلع لي ود. مراكز مكرفة. شرطه مراكز يعني. شرطه ما خلينا مركز ما خلينا مركز علي. اي اي يعني هم بعد عمموا يعني المركز يعمم صورته يعمم اخباريه عنه أي. كل المراكز بس العراق على العراق اما ما تعمد هاي لا تعمد طب عدلي أي. طب العدلي طب بين يوم ويوم انا والله بين يوم, يوم, يوم. يوم. تروحون من الخطف اللي هسه طب العدل على البلازما اللي بلازم الصور مال الاطفال موجودين طلعوهم من 6 و... 11 وفوق فديووم رحت... فديووم رحت للطب العدلي وخايف نعم أنا... تخاف اكو موقف راح اسولف لك اياه سولف ورا تقريبا 20 يوم 25 يوم قعدنا الصبح قالوا اكو طفل مقتول بالمدرسه احنا قبلنا مدرسه بصفحه المدرسه مناك اكو بازل إيه شلون البازل شجر مقتول من قالوا لنا يعني هم المركز مو دعوه يمهم فاجوا هم المركز فقالوا خاف هذا بينكم تعالوا تباوا على الوالد والوالده مشي لهم القاع والله ثالث بايه رابع بايه على ابوي قعد قلت له ها قلت انا راح اشوفه هاي المدرسه والله صعدت مديت راسي هاي المدرسه بالجهه الثانيه الجهه الثانيه بينها شجره بس شنو ايش لقينا؟ كبير تقريبا عمره 14 سنه 15 سنه مقتول؟ أي؟, اي مكتوب لا جمجمه بس جمجمه بس جمجمه واعضاء ماكو صف بوري المدرسه المدير مال المدرسه اشتم ريحه اكرام لا انت من رحت انا باوعت فوق كبير 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 انا هم يمه شافوا راسا ام. هم لا جو شو حق لا مو ابنك قالوا لا مو ابنك حتى صابع من المي ماكولات خال احساس الوالده مضروب بالمثل بالعالم الام واحساسها اللي انجبت اللي ربت انت احساسك ابنك عدل بعده موجود لا تقولي لي فقدت الامل لا حسين مرات وجعج قلبك فد يوم شنو شو تشعرين سولفي لي اقعد مرات اقابل بايسكل مالته ملابسه الجنطه مالته مال مدرسه يعني احسن بيب يجي اكو امل بين يرجع لي مرات افقد الامل اقول لا هذا ما طول يعني هو ما يفارقني حتى على صدري يعني صف ثاني يجي من المدرسه معاي في صدري على صدري يرضى اقول شلون تحمل قلت له هذا مو عدل ما عايش لين ما يفارق دقيقه اخوتي يخاف من عندهم الباب ما يطلع له كم يعني موقف قبل اسبوع انت طفل يركض البيت طفل من جماعته دق الباب طبعا وقال لهم هذا مقتدى شفته والله هسه بالتيك توك صح عليه. اه والله العظيم والله العظيم اي طفل قلت له بيني وبين روحي قلت مقتدى ما يريدني. يحكي ببراءته يعني والله يكون صادق 100% والله بالمتدل. قلت مقتدى ما يريدني تخاف وش قال عمو صح علي. ايش قال له؟ قال لي قال لي يا والله شلون؟ طلعنا نركض كنا ما قال شفت مقتدى صح علي ها يعني ما اعرف اسم الطفل فهم والله العظيم. اويلي على التكاتك شو والله بلوي والله العظيم بالقران بلوي هسه ارزاق عليها بس مشكله العالم قامت تستخدم هذه لك. الوسيله لاغراض لا بها رقوم لا بها يعني عالم اكو رزقها عليه الله يكون بعونهم واكو لا والله تستخدم الاغراض يعني شو اقول لك مو 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 اول واحد يطلع يحكي على توك يعني احنا بالمقابل ايضا هي مناشده للامن الوطني، استخبارات الداخليه، باقي المفاصل الامنيه. هذه الحادثه اليوم اللي امامكم من هذا البرنامج الاف الحوادث نفسها في بغداد اختطاف لصغار لكبار بس هسه الكبار نقول تصفيات وتفاصيل واحزاب ولا تحكي علينا وتكميم الافواه بس هو صغير عمره عشر سنوات من يختطف من بين عائلته من منطقته من قطاعه من شارعهم نفس الحاره اللي عايش بيها ويستخدم لاغراض التسول غير أكل يوم عندنا حس استخباراتي يتابع هذا التيك توك اللي ماخذه وما أخذته بنيه مبوشه بالتقاطعات بيه الله اعلم الطفل تحت تاثير المخدر والا ما معقوله عشر سنوات ينسى امه وابوه بها السهولة شو مخوفينه شو مرهبينه شو مسوين بيه مقتول معذب فغير يكون اكو إن دور بهذه المساله نعيد لكم الفاصل ماله بلكي الله واحد يشوفه يتعرف عليه بشارع من الشوارع بحاره من الحارات بواحدة من التقاطعات في كل محافظات العراق بالنتيجة مبيوع من عصابة لعصابة قام ينباع الطفل خلينا نتابع طيب الآن وصلنا وصلت إلى القنوات الفضائية وسائل الإعلام شنو الغرض من الظهور حتى الناس تتعرف عليه على, على أكيد, أكيد شوف علي إحنا التواصل الاجتماعي تعرف هسه بالعراق أو بالعالم إلى دور ما فات ما فات يعني أكو نشوف يقلب و... يعني لا شيء عنده ما يهتم بس من ما تعني المساله ما تعني المساله إيه؟ بس من اتجاهنا القنوات او القنوات كنا بلكة الله انه اكو مني يسمعنا مني يحتوينا من يقول تعالوا يا بعدكم شنو قضيتكم شنو موضوعكم يعني من تجي خلينا نكون واقع من تجي المحكمه تدخل موضوع خطف يا لا شيء عندي نجي المركز المركز يعني مشكورين يقول لك انا بس خلي يجيني قرار من القاضي عيون شلحن يعني يقول لي عيون شلحن بس قرار قاضي يجي أقول له موضوع خطف يعني لا شيء عنده انه يتعامل ما اعرف ما اعرف بالعراق احنا ما ادري دوله ودول غير دوله تحت الامن ما تقوى من الامن طفل مخطوف اقول له طفل مخطوف يقول لي اذا شاك بيجيب لي دليل عليه هذا منطق انا اجيب لك دليل علي هذا منطق زين انت علي لعبت للقوه الجويه علاء اي زين ما فادوك القوه الجويه تابع لوزاره امنيه بالعراق ما طرقت بابهم وخيط القنباب بعدين اطرق بابهم عجيب والله العظيم لحد الان يعني اكو اشخاص لاعبين من القوة الجوية اشخاص يتواصلون وياي لاعبين منتخب يتواصلون وياي بس مدربين قليل يتواصلون وياي او اللي يعرفهم هم قلة يتواصلون وياي يعرفون بامر على عدنان بس ما ما اعرف كل من فاعذرهم عندهم اعمال او اشغال فاعذرهم ما عندي مشكلة ادارة القوة الجوية ما ساندتك فد يوم قالت هذا لاعبنا ابننا تعرض لمساله معينه اخوه تعرض للاختطاف نطلع ويا جهه امنيه نروح نبحث هو انا اطلبهم دفعه ثالثه تطلبهم فلوس لحد جيتهم بالفتره مم. لا انطوني هم مشكورين أي. قلت لهم يابا وضع تعبان ترى وشوي الوضع تعزم عندي لان النادي ماكو كورونا تعرف فترة هاي قلت ما اطلبكم دفعه ثالثه يعني مبلغ زين مو يمشي حال ما عندنا و وباكر 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 تقريبا ثلاث اشهر بعد شوي يلا نطوني نصين عجيب والله انا ما استنقص منهم نطلع من لا بالعكس مشكورين مشكورين بس هم هذا اللي يقدرون عليه اكثر من هذا الشيء ما يقدرون أه لا اكثر من هذا الشيء ما يقدرون وين رحتوا بعد؟ وين رحتوا ابو علاء؟ والله ندور تدورون؟ بالشوارع بالشوارع محافظات محافظات ما اخليهم محافظه كبيره محفظة... المفروض اقضي على شيء يعني اقضي شيء بها يومين ثلاثه وكراو تعرف انت مو تقول بس... سياره جواك تظل تفتر يا محافظه رحت كل محافظات العراق دخلتوا بها ديوانيه رحنا السماوه السماوه نجف كربله نجف كربله ما خلينا عماره البصره عندنا قرايب عند اصدقاء اصدقاء يعني مو قصرين والله مو قصرين عند يعني بالمحافظات اصدقاء يعني, يعني صورته واسمكم زين اكو اخبار توصل لكم مثل محافظه المحافظه شفناه لو بس ببغداد لحد الان بس ببغداد بس ببغداد لا اكو شخص انا احكي بالموقع التواصل الاجتماعي بداية انستغرام قال لي انا الطفل شافه جسر التنومه بالبصره؟ اي بالبصره هي. هم يقدمون بي وهاي الامور. فقلت له يا ريت توصلني يا ريت يعني من تروح لهذا المكان انه بس تخابرني او يحكي وياي. على, على مود اعرفه من صوته. او اذا أشوفه بس اعطيني خبر. ماكو قلت له يعني ساعات يمك. فالشخص الثاني يوم والله لا سبحان الله هي اراده الله فوق كل شيء. ماكو قال لي الشخص ماكو يعني هذا الطفل ماكو اجي هنا يوميا القاه. قال لي والله ماكو. من شاف صوره التناشره اختفى. اي والله قال لي ماكو. سبحان الله. هو احنا بس ننشر يجينا خبر بس ننشر فلان منطقه انا ننشر اقول بنتي تشوفه واحد عجيب اي والله, سعمني يعني عايز والله. يا والله يا بس عمي انا هسه اخليه تخاطفه تعال عمي للبيت والله يابا اقول انا غلطت يابا اقول اريد فلوس خلف, الله, 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 علي. خلف الله علي صار سنه والله رجل. نطيك بس جيبه والله ما لا لا مركز ولا شرطه ولا شيء هاي احكي يا مان الله ومسؤول عن كلام نيابه عن بس كفنا من الموضوع انا اذانا بشكل اذان يعني عمل يعني هسه انت تقول اني تعال يا الخاطف ابني مستعد اشتري منك ايش رايك؟ والله اشتري بالسعر اللي انت تريده والله اشتري بس رجع لنا ابن والله عم اشتري والله ما دخلك بمعمع ولا دخلك بامور غيره يجيبه ياخذ ويروح الله محمد عليه احتراما لدموع امه اقلها انه الناس المفروض تتخذ اجراء تبلغ اذا شاكين بموضوع معين اذا شفتوا صوره يوضحوا لي التصوير لان هم دول الاشخاص اثناء ما هو نزل من الباب ذول الاشخاص الموجودين اناشد آه. مصطفى الكاظمي يوضح لي التصوير مال ذوله والتصوير مال التكتيك اللي هو بيه الولد بس زين هاي لا أريد ويرجعوا لك ابنك اي والله كل شيء ما اريد حتى ما اريد لا اسجنه اسحب القضيه مالته والله العظيم حسبي يعني الله ونعم الوكيل صار تقريبا سنه وشهرين انتم بهذه الوضع اي أيوة آه والله لا والله حزن لا تفكير تعب روح تعال مو؟ اي أيوة أيوة حتى العمل يعني احنا قاعدين يجار للعلم تهستروا والولد يعني حلت. حلت صعب صعبه صعب صارت علينا وضعيه كلش صعبه سبحان الله نقول الحمد لله واشكر ربنا صعبه الله. تطلع العمل يشوف الجهل صعبه ترجع ما صعب أه تقدر شو تسوي؟ تنقهر ايه على ودي اخوي محمد يعني يلعب يعني بالرديف مال الجويه كان اقول له روح لا تهتم روح الله كريم لي ما ما <applause> حتى عاف المدرسه سادس والله ادب عاف عاف والله عاف النادي والله عاف النادي عافوا مدارسهم وعافوا النوادي والله حتى انت اثرت ترى على مسيرتك عم. انا بشكل رسمي يعني هذا حين ما اقدر ما اروح للتمرين باي وين تمرين يريد شيء مدرب يريد منك شيء هم حقه يعني النادي يريد منك شيء انت لك تفكر اللي انا جاي هنا رزقك هذا فما اقدر اعتذر واي امور اعتذرت عنها وانت توك بديت تشوف مستقبلك الدوري، أيوة بالدوري عم. بالوضع اجتكم هذه الحادث الحمد لله والشكر الحمد لله والشكر زين هو كان في وقتها يروح وحده لساحات التحرير للتظاهر لا ما يروح لا لا يخاف راح انا شفت له صوره راح ويا ابوي وامي قبل يوم راح بس قبل يومين بكى قام يمشي يخاف حتى ما يشيل الاعلام انا ومحمد اخوه قلنا له لا تخاف أي. ومن جاي صعده بالمطعم هم ما قبل قام يبكي خلوه ورجع. والله بقى واقف يمي يعني انا وابو احنا ليش ثاني يوم رحنا للمظاهرات؟ قلنا بجوز جاهل بيده ليزر قشمرينا قشمر وراحوا بس تعرف انت هناك اذا جاهل يبكي بالمظاهرات والعالم كله موجوده اكيد يرجعون يسال ينادون يرجعون هو حتى هو يمدل يعني, يعني علي ذكي وسبب اكيد هذا آه ذكي طلعوا وياي يعني زيارات وين ما نروح والله وين ما نروح ناخذ مرات نلعب تعرف فرق شعبيه وهاي امور مكانات يعني مكان مكان يندل يندل هل؟ يندل المعلم ماله يقول هو فوز فوز المدرسه مالتي اي والله استاذ صباح آه. استاذ صباح والله العظيم قبل ايام اجوا وهم يعني فقدت فدنا وبزي يسال علي قال ما لقيت خبر علي حيل متاذين المدرسه مالته علي يا صفوه ثاني اها بالثاني يعني بصفنا المدرسه حتى من معستك قلنا احنا فله ونعبره ما نطبب الباب اي هي والله هيك قلنا هيك نسوي له باب واحد اي والله اي والله هي المدرسه الظاهره واحنا بلكت الله هسه الخاطفه نقول ما نقول خاطفه نلاقيه بلكه الله واهل البيت ممكن واحد يلقاه والله اي والله بلكه الله يلقاه ويجي يقول عمي لاقي متبني, 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 متبني لاقي من التعذيب فاقد الذاكره فاقد الذاكره ما يعرفكم بس هذه صوره امامكم والله الباب مفتوح والله الباب مفتوح ومشكورين منه والله وخدمته اللي يريده اللي يريده بس خلي قلب يبرد قلب ابوي اي والله اي والله العظيم عائله كامله يرجع لها الاستقرار هاي. انتم ما شايفين الاستقرار صار سنه وشهرين يعني. اي والله سنه وشهرين بكي ودموع وتفكير مستقبل الاولاد بدا يتدمر من ورا حادثه اي والله العظيم والقوات الامنيه بال... يعني تحدث بصراحه في غفله ما لها اي موقف لحد الان لحد الان ما لها ماكو موقف وارف. ما طلعت امر اعتقال لفد موضوع معين اي السبب رحتوا بقوه واخذتوا بعض الاماكن اللي وجدتوا بها في بعض التقاطعات وتعالوا نسال ما وصلتوا لرؤساء مافيات التسول اللي هذا يمتلك جيوش يجدون بالتقاطعات على انت تقول انا دخلت بعالمهم. علي صدق صدق دول يعني تروح لهم غير والله العظيم ظهرهم قوي بشكل. يعني انت تمشي يبيعك وانت تمشي داخل يبيعك. انا نزلت عليهم اسالهم واحد واحد قلت لك يجي واحد طابق سيارته يم مول سنتر بالشعب. طبق على صفحه وصاح علي قال لي ايش تردين من عندهم؟ قلت له لا جايبت له انا هديه لهذا الطفل واليوم ما جاي البارحه فتت وشفته خطيه يجي يحاسبك ايش عندك؟ اي والله اي والله اضطرت تكذب عليه تقول له انه انا عندي ملابس جاي اعطيها الطفل حتى الصوره ضميتها ما راويتها اخوي وياي قال لي ضم الصوره زين هو هذا الشخص يعني روحه فاتحه بالموضوع؟ لا خفت ما تقدر صدق ما تقدر وهذا الشخص هم يجوز مأجره ما هو هذا يجوز ما يحتويهم هو النظام هناك يأجرونهم الاطفال يروحون يجدون صدق بيهم على صدق علي والله لا تقول له هسه فرد ما, ما يعرف هالموضوع يدرون علي. ما اللي أي. تعال للتقاطعات وشوف قلت لك انا مسؤول عن كلامي الله اللي يحفظ شوف هاي اكو فقره واكو لا عمل هذا عملهم هذا هذا عملهم مهنه صارت مهنه صارت والمهنه مسؤولين عليها مافيات كبار اي أيوة طبعا اي اكيد بيوت وايجار وشقق وفنادق والله العظيم هذا يصعدون في فندق بالبتاوين قلت له ما اصعد اصعد ما ارجع اجوز انباع اجوز انباع اعضاء بس انت لو رايح ويا قوه امنيه تختلف ورا فتره كضوا كضوا هواي اعضاء يعني الوزير الداخليه مشكور كضوا هواي سوى حمله عليهم ورا فتره تقريبا ورا ثلاثة اشهر اربع اشهر كضلقه لقى مال اعضاء اكو اكو شارع يقول مستشفى يعني. فلوس فلوس والله حساني فلوس حساني هم طبيا ما اعرف المعلومات الدقيقه ربما يعني بهيك عمر ما يستخدم ما يستخدم للاعضاء البشريه بالأعباء. اي احنا منها يعني من هاي نقول مثلا خطفوه واخذوا الكلى وباعوها واخذوا ما ادري شنو من احشاء لانه صغير من هذا الجانب علي احنا مطمنين صدق سالتوا انتم اطباء سالنا قالوا وما... و... يعني حتى اذا نقول مخن... ماخذين كلياته يذبوه و... طب العدلي تلقاه صحيح بس يلقى يلقى ستا... لأثر. تلقى له اثر تلقى له اثر ترتاح هسه خلينا ميت تجي تدفنه تروح تبكي مم. تبكي لك سنه ولا ما تبكي سنين تبكي على وجوده على فقدانه, فقدانه ميت ما تعرف ما والله ما تعرف يا وجهك للسماء ولا وجهك للأرض والله عجيب والله قصه محيره جدا ومؤثره ما نعرف الناس تكون يعني تتعاون بهذه المسأله تشوف تتابع بالتقاطعات اذا صار شيء اذا واجهتكم صوره شخص اي أيوة والله النتيجه هذه مافيات هذه الصور امامكم للساده المشاهدين مره اخرى يتابعون. يعني هذا البريء طفل صغير بهذا العمر ما اعرف شنو ذنبه شنو اللي مقترفه كل وجوده انه هو قاعد بالعراق يختطف ويستخدم لاغراض التسول بطريقه مهينه للبشر ولبني ادم وللتفاصيل في سبيل كسب رزق حرام. معذبين عائله كامله صار سنه وشهرين. لا نومهم نوم لا قعدتهم قعدة لا ليلهم ليل لا نهارهم نهار في سبيل والله يأخذون هذا الطفل يخدروه وروح نأجر يأجروه بعشرين ألف وبخمسين ألف باليوم تجي المرة مبوشة مهيج خالة وتأجره وتروح تتسول بيه بالتقاطعات اي صح حسب ما سمعنا هم ماكو ابن حلال يقول عمي هذا شنو ذنب امه هسه احنا كلنا نعرف وعندنا اطفال ما تقدر تعوف ابنك من يروح البيت جدا انت تكون تطمن عليه نام، قعد، اكل، شرب، مو ابنك يم غربه ما تعرف متعذب، متعرض لوسائل اخرى لتعذيب، لضرب، هذه صور بعمر الورد. وصلنا لمرحله هيجي يعني ما يامن على روح الانسان بالعراق، ما يامن على عائلته واللي ما عنده ظهر يسندهم الى الله. والله صحيح. لا مؤسسه حكوميه تحتضنك وتروح تدور وياك. لا قاضي يكتب لك روح القاء قبض لجهه معينه او اصدار لمركز روح دور تفتيش مداهمه لبعض الاماكن لاوكار المتسولين بالعراق بغداد متسولين كل تقاطع لازم تجهه وعصابه معينه فمن المسؤول عن هذا الموضوع وزاره الداخليه مجلس الوزراء هاي الناس شنو ذنبها هذه صوره الصغير شقيق اللاعب على امامكم يا اخوان هذه مقاطع فيديو له، عده صور مع عائلته اللي يشوفه في مكان معين بتقاطع والله اعلم احتمال واصلين مرحله مغيرين شكله. حتى اسمه يجوز مغيره. اسمه منتهين من, من يمها، نطلع له اسم ثاني. شكله احتمال مغيرينه بس هذه الملامح ما تتغير. هسه يزينوه اقرع، يطولون شعره. يلبسوه مشقق بس بالنتيجة هذه الهيئة ماتة هذه الصورة الصغير مقتدى صار لسنة وشهرين بعيد عن عائلته تخيل انت بمكانه ابنك ما موجود بالعائلة ماكو ما بالبيت شنو موقفك وين تروح وما عندك سند بالعراق ما عندك جهة معينة تدعمك وتروح تدور وياك وتطب على بيوتهم وتداهمهم يروحون لمناطق يقول رحنا للبتاويين حتى نسأل نخاف وجونا بالسكاكي تالي احنا شنو فاقدين واحد نروح نخسر الاخوان الاخرين هذه الصور امامكم مو خاله؟ الله يساعدكم حسبي الله, ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل كنا نتمنى ان نشوف لاعب مثلك والله يمثل منتخب اشبال ناشئين وشباب تنتحس <applause> يصير كل اخوتي يصيرون بس عندي واحد لا خطي غير عمل هم الاثنين حسين وحسن ما يصيرون لان عمل بس هو محمد لا لهم مستقبل كلهم على الطوبه يعني حتى ما يطلعون مكانات اي كل كل للعلم للبيت, للعلم. للبيت, للبيت للطوبه عندي كلهم لا والكل يعرفون كلهم طوبه والله كل العظيم ما عندهم على اي شخص ولا عندهم ولا كلها تحبهم قطاع مال 19 قطاع 15 55،, 55 يموتون عليهم يعني هسه على طول على الوليد يجون يسالون مقلوبه يعني اقول لك كذي يعني كلها مقلوبه علينا متفاعله وياكم العالم اي اي يعني الاختطاف وين كانت؟ المدينه الساعه 11 تروش خاله هوسه ما ادري شلون قنعوه بالخطوه الاولى وصعدوه بالتوك واخذوه انا هذه النقطه لحد الان ما جاي اعقل بصراحه أه اكو موضوع موضوع انا يعني, يعني شوي ما نقدر ندخل العمق تعرف انت عشاريا تعرف انت منطقتنا يعني جوز جوز خلنا نحكي هون جوز الزقال وياه يلعب وياهم يلعب وياهم انت تقول احنا نقول يجوز هو ذكي علي إيه بس هون هو يقنعوه أس... يصعد مع تكتب توك علي, علي علي, علي هس... هسه هسه هو ويا اصدقاء اللي يلعبون وياه واحد من الاصدقاء صعد بك قال تعال اصعد وياي خلينا نروح بشغله خلينا نروح هيك ونفتر ناخذ لنا فره طفل يصعد هي يفتر وليزر وهي هي صعدوا صعدت الياس صعدوا ذول الاثنين وياخذوا. شنو بعيدها هسه هاي الكلينسا وال المخدر هو مال يصعد يصعد قدام العالم وهيك لا ما مستحيل بس اكو وسائل اقناع اي أيوة وسائل اقناع اي أيوة أيوة. بهذا بهذا الوقت انتم وين كنتوا؟ بالبيت يعني بالبيت تقريبا 10 دقائق 10 دقائق بس راح يشتري اي والله, والله راح يشتري جد امي الوقت قالت. مو وقت لعب وطلعه يعني ابو علاء لا هو و... وقته الساعه 11 مو وقت لا راح يشتري داعي. راح يشتري علاء العالم كله طلع وراه وابوه بالبيت واخوه واخوانه الثانيين بالبيت كلنا يعني بالبيت يعني طلع يشتري يعني ما ادري شلون انغدر انغدرنا بحيث انه شلون دروا بينا كنا بالبيت وهو من لكم. راح يشتري من الدكان اخذوه يومها عندنا حاله هاي 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 يعني يومها عندنا حاله وفاء نعم أبوه لا نكمل القصه مو هذا درس الاخرين يا اخوان اطفالكم الصغار لا تخلوهم يطلعون واحدهم يشترون في اي منطقه من مناطق العراق والله قامت خوف إذا صار الموضوع بهذه الطريقة واحد ما يأمن على ابنه يروح يشتري من الأسواق ما يرجع للبيت هذا درس إنه. إن إنه واحد لا يدز ابنه بعد يروح يشتري واحدة الوضع مو يعني خطر إذا يجي التوك توك أو سيارة أو أي شيء آخر وينوخذ الولد ويروح وهم لا يساومك علي وتعرف مصيره وتنطي فلوس تبيع اللي عندك والما عندك وترجعه ولا كذا يروح يستخدم للتسول ولمافيات أخرى وتفاصيل اللي يجيب له يوميه 50 او يجيب له 100 يعوفه ابيعه بيع عم بيع بالفلوس عم بيع نشتري ابننا نشتري, نشتري. احنا قاعدين نبيع اللي عندنا واللي ما عندنا ونروح ونشتري ابننا بس يرجع بحضننا اي والله ابني بخيمه ولا انا قاعد ببيت على قولة على احنا ايجار اي والله, والله هم انتم ما ماخذين <applause> واحد ترف ماديا وتروحون تبتزون هذا جاي اسالهم انت غلطتوا بالعنوان؟ والله, والله العظيم انت غلطتوا بالعنوان شنو الموضوع؟ هسه احنا نشوف الافلام الناس تروح تبوك او تختطف من ناس اغنياء تجار وتروح تبتزهم تساوم ناس قاعده بالايجار وبالمدينه وانتم تعرفون وضع مدينه الصدر العوائل اللي قاعده بها شنو شنو مصير الفقر والوضع اللي عندهم فرحتوا لحقتوهم على ابنهم اللي شاطر بالمدرسه حتى شنو والله تروحون تستخدموه للتسول لا اله الا الله كمل على فقلت لك يعني مو مو بعيد انه يعني مو بعيد انه يعني جزء اصدقائه واحد منهم هو يعرف الموضوع وجوز جيران 100% تلقى واحد من القطاع احنا حتى لا يزعلون حسن. الجيران والاقارب لا يزعلون هو زعلوا ولا عندي اي مشكله بس احنا بوضع نشك بالجميع اشك بالجميع انا معذوري. قلت قلت انا معذور انا ملتوم فاشك بالكل اليوم والله العظيم اخوتي شكيت بهم هذا والله وصلت مني. مرحله والله يعني قام هتشي. هيك يبكي وهو يدور ويانا وما خلى يعني رحنا مناطق بس الله يعلم بيد مساتين وهم رادين كتل ولبسوا مال عرب وبي كم هاي الحكي بالحسينيه هاي بالراجزيه بالحسينيه وعلى اساس يريد ياخذ تمر الحمد لله على مكان باللي... هناك بي يعني في كل مكان نروح تروحين تروحون بمكان مخطوفين تسوي لكم قصه مره تشتري والله والله العظيم مره اي اي اي. تروح نعم؟ هاي اللي اللي ورا الراجيه شو اسمها؟ طارمي مم. خطره طارني آل عامر خطره على عامر على راسي بس هي خطره يعني والله طبيت بس يعرفون المنطقه الغريب اضطريت اضطرينا يعني نسوي دشاشه وهاي الامور وندورهم قالوا لنا هناك ندور والله العظيم يعني طبينا مره مره ثانيه راجعين طبين لا تعذينا عجيب والله العظيم رسم طلع يعني خلال السنه وشهرين ما قاعدين والله شفتوا اشكال والوان اشكال الله. والله من عائله مستقره وفقيره أيوه وهادئه آه وما فاتحين آه. باب بيتهم الى قمتوا تهبدون ما تعرفون وين تروحون ايوه ما نعرف يا اللي يقول لنا تروح روح وين ما يقولون حتى لو يقولون يعني كتلهم ونروح اي أيوة والله ما, ما نعرف بس خل نعرف مصيره بتهنى. بس نعرف بس نشوفه امامهم لاموا الولد خوالهم قالوا لهم ليش تروحون مظاهرات هاي كلها من وراكم انت تروحون يوميه مظاهرات هاي يجوز راقبوكم هاي خذوا هذا الطفل خذوا صدق هم يوميه الولد حسين هذا الموضوع محمد. له خاص بالتظاهر هسه الله اعلم كان اخذوا على كبير ش... ومتظاهر وياخذوه محمد. محمد هو اللي ظاهر انا ما طلعت عليه لا على ما طلع اقول اي واحد محمد محمد, محمد. محمد. الصغير محمد حسين ابوه آني انا ويا ابوه يتعلق بالتظاهرات ياخذون الكبار اللي متظاهرين سأ... ما ياخذون هذا ياخذون صغير اي مستحيل مستحيل مستحيل, مستحيل. انت اللاعبين لاعبين المنتخب كلهم نشروا صورته انا اتابع اي أصدقائك. نشره اي نشره ما جاك خبر بتعليق برساله بماسنجر قلت لك والله قلت لك اللي شايفه بالديوانيه قال لي قال لي اللي شايفه بالبصره واكو شخص جاني قال لي شفته بال بالعرصات قبال مطعم قاعد وهو قاعد بزويه وخال هيك شلون الورقه والعالم تطيه هم رحنا ظلينا بالاسبوع يعني مكان يقول لي روح روح كل اللي قالوا لك هو, هو هو يجد جدي مستخدمين للتسوق لا, إيه؟ لا ما إيه؟ اجاني شخص قال لي انه هو يعني مو غير مكان مو يعني هسه غير يعني غير احنا حددنا الهدف 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 مافيات التسوق إيه؟ بالعراق إيه؟ نجي نوب نشوف يا محافظه ديوانيه إيه؟ ديوانيه سماوه سماوه كربله 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 شافوا اي بالأربعيني. عجيب اي والله بس مشكله اللي شايفه خطيه يعني يقول لك انا شفته بس انا ما متاكد اخاف اروح ولد الولد يطلع ويطلع لي ورا واحد يعني مو يعني اقارب شايفه مثل عمك هي هي ويروح وراه ويكظه و... اللي يشوفه صديق صديق يعني بس هو يحب يطمني يعني سلطه انا يعني. اروح وادافع ممكن اخابرك اي يحب يطمن يعني خطيه هو يحب يطمن يعني مشكورين اصدقاء مشكورين اخر خبر سمعت عنه شو وقت؟ قبل تقريب شهر ونص شهر ونص وين كان؟ بصره قبل شهر ونص بالبصره يم جسر التنومه يم جسر التنومه ايضا يجدي اي جدي ويا احد <applause> ما وقال لي شفته بس ما 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 يعني قلت له بس بعد اذا اشوفه انطينا خبر او حاول تكظ الصور لي او تخابرني هذا رقمي انطيته للولد قلت له خابرني بس أحكيها بس أحكيها وياه كلمتي اقول لك خوي لزمه هذا اي مركز قريب عليك روح سلمه وانا بين ما اصل للبصره يمك زين ثاني يوم راح قال لي والله العظيم فتح كاميرا قال لي هذا المكان هناك قال لي ماكو م. قال يعني انا عجيب دائما يجدون هناك هو ولا كتصور الباقي انت على وانتم كعائله كتصور الخطف صار من اجل الاموال ايه؟ انت تلعب بنادي واستلمت دفعه كنت مستلم فلوس اه موش بالجو و... ايه؟ يعرفون الجو انه عقد مو ذاك مو العقد فالحمد لله مكتفي الحمد لله وشك ايه؟ تعرف العالم اللي ظهر يعني المنتخب يعني والله العظيم عندنا كراميه مال هذا ابو خليفه والامارات قالوا كل لاعب له ثلاث شدات واربعه جتنا 17 ورقه يعني تصوركم الخطف صار على مود على مود الماده و... ايه قلت لك انا من الساعه شو ما حد يجوا طالب منكم مو شنو الموضوع قلت لك قضيه حيه المشكله العلاس من يمنا يعني بدايه الموضوع قلت خبرت على خليه الصقور واكو واحد يخابر مو انا مو غلط والعالم م... كلها يمه غلط غلط انا غير احنا عائله بيت بيناتنا نتدبر نفكر شو نسوي مو العالم كلها قاعده يمه غلط علي مش عباله عب... عباله رياضيين ما نعرف يعني بهيك مواضيع خالة هم فقره ما فقره اي يعني والله العجه عجت هاي العجه وقمنا خافوا يعني, يعني, خافه يعني خافه يجي خافوا يعني و... ذاك الجانب بيت مالتنا 24 ساعه زلم ملتمه فالولد تهستر اعصابهم ما يعرفون ترى يعني رغم على كبير بس ما يعرفون ما مارين اي والله ما مارين اول مره يعني قام بس اللي المهم حتى اللي انخطف حتى اذا كان بالنيه اني على مود فلوس خاف, عافية بعد ما يخابر ايه ايه بس عم تعالوا لنا بطريقه اخرى تعال اللي بي شايك وتعشى لا قول لقيت لقيته بفلان شارك هسه ايه ابنكم خابر لقيته بفلان تقاطع وجاي يعطيكم اياه والهديه موجوده ومضمونه خليت خلينا نقول 5 ملايين خمس ملايين علي خبر مو مو بس خبر اي والله يعني خبر او صورة أي والله. على من يعتبر عليه عجيب اي والله العظيم موجودة بالانستغرام بالفيس نشروا هواية مواقع نشرت وهي المدينة الأول مرة وهذا القطاع هيك يصير فيه ما صايرة حالات مشابهة ما ابدا ابدا من سر نودر لاحظكم هذا يا اخي لا الحمد لله شو ارادة الله. الله سنة احنا فيه هذا قطاعنا يعني يعني اهلي الكل واحد يعرف <applause> شلنا بغير مكان قلت لهم لا نرجع قطعنا العام تعرفنا به ما ما والله رجعنا ورجعتهم بالقطع لان <applause> <أبنى> عن جد <applause> احنا اذا احنا يعني بالدقائق الاخيره نوجه المناشده الاخيره لرئيس مجلس الوزراء سيد مصطفى <applause> الكاظمي وزير الداخليه كل المفاصل الامنيه الامن الوطني الاستخبارات كل القوى الامنيه المعنيه بهذا الموضوع حال العائلة أمامكم وشفتوه خلال دقائق الحلقة وأكيد كل واحد عنده تصور واضح بالبيت شنو الوضع لما يكون أكو خلية اسمها خلية الخطف معنية بالموضوع في شرطة بغداد كل هذه التفاصيل يمكم والكرة بملعبكم الآن بس سوونا موقف احتراما لدموع أمه لشيبه ابوه، لاخوته اللي يروحون ويضحون بنفسهم ويوصلون لمناطق خطره ويتعرضون لتفاصيل معينه في سبيل ارجاع ابنهم. فاحنا ننتظر موقف معين من المؤسسات الامنيه. الله يعينك يا خاله وان شاء الله تلقونه ويقر عينك فيه ويكون من الناجحين وهذا بالاول والاخير هو اختبار. الحمد لله نكون صابرين عليه امر الله مهما كانت الام حنينه على ابنها بس الله احن من عندنا جميعا مو لله كوني قويه وكوني صابره مؤمنه وان شاء الله الله يفرحكم بي قريبا اسلام. انا اشكر حضوركم على شكرا جزيلا شكرا لك حبيبي ان شاء الله تكونوا باقرب وقت ونعتذر اذا قصرنا بشيء لا معين هذا البرنامج مشكور. برنامجكم شو مش وقت ما يعجبكم تسلم. تسلم. تجون وتناجدون وتسألون وإحنا حاضرين <applause> والشكر موصول لكم مشاهدينا الأكارم نلتقي غدا سلام عليكم ورحمة الله